مساء الخير، كيف حالنا؟ في حالنا اليوم رح نحكي عن موضوع الإيمان والإلحاد. إيش منعني بالإيمان؟ وإيش منعني بالإنسان الملحد؟ مين هو الإنسان الملحد؟ كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ لنعرف أكثر رح نرحب اليوم ببروفيسور مروان دويري، أخصائي علم النفس العلاجي والطبي والتربوي والأطفال. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. أهلا فيك، شرفتنا ببرنامجنا. وأنا كمان. ورح نتعرف على ضيفتنا من خلال حوار رح نقوم فيه معاها. مرحبا ميرال، كيفك؟ ميرال، كيف بتعرفي عن حالك؟ تمام. كإنسانة عربية ناشطة اجتماعية وسياسية وغير مؤمنة. إيش بالآخر؟ بس أنا ما سمعتش منيح. وغير مؤمنة. يعني بتقدري تقولي إنه أنت بتعتبري نفسك ملحدة؟ غير مؤمنة ملحدة. غير مؤمنة. طب إذا بدنا نحكي هيك، شو سبب وجودك اليوم في العالم هذا؟ أنا بأمن إنه العالم كون بصدفة، فوجود أي حدا هون في العالم ما فيش له هدف معين، العالم كله تكون بالصدفة، فإيش من الطبيعي إنه ما ولا واحد منهم هون يكون له هدف معين. فأنت بدك تعمل هدف في العالم، أو بدك تثبت وجودك في طريقة تصرفاتك تكون أفضل لإلك، لمجتمعك، للعالم، للبيئة اللي حواليك. بس هدف أنت حياتك عايش عشان هدف معين لآخري، أو عم تعمل أي إشي عشان بخلال مسيرة حياتك ما شعرتي إنه في كان أدلة أو مؤشرات اللي بتظهر إنه في قوة عليا اسمها إله؟ لا، أنا مش جديد كثير تاني صرت ملحدة. أنا خلقت وزي الكل تربيت على أسس معينة، على مبادئ معينة، على أفكار معينة، زي كل حدا بخلق اللي بحكوله في الله، في كتب الدين، في لازم تقرأ في الدين، لازم تروح، لازم تيجي، لازم هيك. فأنا ما خلقتش ملحدة. طب ليش فكرك باقي الناس بيؤمنوا بوجود الله؟ ليش حسب رأيك؟ وكيف باقي الناس قادرين يشعروا هذا الشعور؟ هن بخلقوش مؤمنين، بخلقوش بيؤمنوا في الله. الإشي أجدادهن وأهلهن وكيف بتربوا من صغرهن بيكبروا على إنه في الله، إذا بتعمل هيك رح يعاقبك، إذا بتعمل هيك رح تتلقى هيك، في عندك كتاب دين لازم تقرأ فيه، لازم هيك، لازم هيك. هن بخلقوش عارفين إنه خلص في الله وبخافوا منه أو بعبدوه أو إشي، بخلقه ومش عارفين إشي، ومع بكبره وبيصيروا أهلين يحطونهم في راسهم، أجدادي، كتب، المجتمع، البيئة، فهني بيكتسبوا هذا الإشي، بيخلقوش من مؤمنين. أوكي، وكيف حسب رأيك الإنسان ممكن يكون عنده سلوك صالح؟ يعني شو اللي بيحدد له؟ كيف الإنسان ممكن يتصرف بهاي السلوكيات الجيدة أو غير جيدة؟ إيش اللي بوجهه؟ الأخلاق قصدك. الأخلاق ما إشي، مش لازم يعني غلط إن تفكر إن الأخلاق نابعة بس من الدين. الأخلاق تعتمد على المجتمع، على التراث، على يعني بقدر على أفهم إنه مثلاً الأخلاق تقدري تقولي لي إنه أنت بتآمني بالإنسان باجتماعياته بعاداته تقاليده، أنت مؤمنة بالإنسان، أما ما مؤمنة، مش مؤمنة بالقوة الإلهية. مش مؤمنة بالقوة الإلهية بس. طب بمش أسألك سؤال، هي في نظر مين خلق العالم حسب رأيك؟ أنا بأمنش إنه في حدا خلق العالم، العالم تكون أو وجد، تنقول بأمن في نظرية البيج بانج، الانفجار العظيم، اللي هي بتقول إنه العالم الكون كان يتقلص تقلص تقلص لتقلص لصار في حجم نقطة صغيرة اللي كثافتها عالي كثير وحرارتها عالي كثير، ومرة واحدة تمدد، وهذا التمدد خلاه يبرد لدرجة معينة اللي بيقدر فيها يتكون ذرات إلكترونية، بروتونات، نيوترونات، وهاي الأشياء من هون بعد 13 مليار سنة بلش يتكون العالم، بلش يتكون نظري وبداية البين اللي خلقت الكون يتواجد. اوكي، يسلموا. وبداية البيج بانج هذا كيف صار؟ شو اللي دفعه انه يصير؟
بحكي لك كان الإشي ما هو كيف نعرف إنه الكون بتمدد وبتمدد إلى نهاية. فإذا بدك تطلع الإشي بالطريقة العكسية إنه كان يتقلص 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 لتنه انفجار وتكون عندك الذرات وكل إشي. شكرا كثير لك، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، شكرا كثير. بروفيسور نرجع لك، هيك سمعت صبية حكت إنه هي لا تؤمن بتاتا بوجود الله، ليش بحسب رأيك إحنا اليوم يعني في بعض الناس اللي هن مؤمنين والبعض ما بيعرفوا حالهم بتاتا بأنهم مؤمنين، شو حسب رأيك؟ هلا الإنسان بتاريخه بكل المجتمعات دائما فتش على أجوبة للمجهول، بالنسبة له المجهول والغموض هي إشي مش مريح، العتمة إشي مش مريح، بده يعرف. ففي دافعية طبيعية عند الإنسان إنه يعرف، لما بيعرف هو كأنه بتطمن وبيكتسب نوع من الراحة النفسية. قدرتنا على المعرفة هي كتير كتير محدودة، لأنه إحنا كيف نعرف؟ من خلال حواسنا ومن خلال دماغنا اللي بحلل المعطيات اللي بتيجي لحواسنا. أيوة. وفي تاريخ البشري كل مرة كان في ظاهرة مش مفهومة الإنسان نسب لها نوع من القدسية والألوهية، عبد النار وعبد الشمس وعبد، لما في من بعد ما عرف كيف الاحتراق بتم وعرف كيف المجرات بتمشي بطل يعبد لا الشمس ولا النار، مع أنه بعد في يعني بقايا أديان. فالإنسان بفتش على المعرفة بده ينتقل دائما من حالة الجهل لحالة المعرفة، لأنه قدرتنا محدودة، قدرتنا على فهم الطبيعة والكون محدودة. في حد الواحد أمامه يا أنه يؤمن وساعتها بده يروح لفرضيات زي الله أو عدة آلهات أو كذا، أو أنه بده يقول بعرفش. أيوه. وباللحظة اللي بيقول بعرفش عملين هو هذا بيدفعه لأنه يعرف ويدور ويبحث ويصل لمصادر علمية. إسا بعرفش ساعتها بده يبحث، بس كمان العلوم فيه لمحدودية. عند سألتها على البيج بانج، طيب ما قبل، يعني في حدود للعلم قديش بقدر يعرف. أيوة. الإنسان لما بوصل لهذا الحد اللي هو بقدرش يجيب على الأسئلة اللي بعدها، العلم بقول أنا بدي أبحث عشان أصل لأجوبة، وفعلا العلم قاعد بتمدد في معرفته. بينما اللي بده يروح للدين بفرض فرضيات اللي يعني بقدرش يثبتها. أيوة. إذا بدي أعرف الإيمان، الإيمان هو إجابة على سؤال لا يمكن إجابة عليها. يعني بمعنى؟ يعني مين خلق الكون؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال، ما فيش لا للعلم عنده جواب كامل ولا للدين عنده جواب. الدين بلا الدين عنده جواب، عنده جواب انه ربنا هو. فلما ما فيش جواب على السؤال، ساعتها الواحد يروح يا لجواب ديني يا لانه بده يقول بعرفش وبستنى بدي ابحث لتاني اعرف. يعني عم بفهم منك انه كمان هناك فارق ما بين المؤمن يعني بين الدين والايمان. طبعا الإيمان هي عملية نفسية، عملية روحانية، عملية ذهنية للإنسان بمارسها لحاجاته هو الشخصية الذاتية النفسية. الدين هي أيديولوجية، هي يعني قيم وعادات وفروض فكر والآخره، والناس بنتموا إلها لأنه ولدوا فيها، وبنتموا إلها لأنه هن بقرروا ينتموا إلها. فالدين هو زي أي أيديولوجية، زي الماركسية، زي النسوية، زي أي أيديولوجية تانية اللي فيها يعني قيم والشخص بقدر يكون فيها أو لا. أما الإيمان هي صيرورة نفسية وحاجة نفسية، وأنا بقدر أقول إنه الإيمان هي نوع من الديفنس ميكانيزم اللي الناس مرات بحاجة إلها. أنت تؤمن أنا كنت بحاجة إله. ليش إحنا بحاجة إله هذا؟ ليش إحنا بحاجة إن نكون مؤمنين وبحاجة إن نآمن كبشر؟ دخول الإيمان هي شغلة كتير كتير مركبة. بعض المؤمنين يؤمنوا خوفا لأنه في حالة غموض، فالإيمان بعطين أجوبة، أو هن عايشين في أجواء دينية اللي حذرتهم من النار والعقوبات الآخرة والآخره، وساعتها خوفا بفوتوا للإيمان. ممكن يكون في عندهم شعور بالذنب، وشعور بالذنب بخدهم للإيمان.
وصيرورة الدخول الإيمان أو الانسحاب منه هي صيرورة بتصير عند نفس الفرد، يعني خلال حياته ممكن هو يتربى مؤمن بعدين يخرج من الدين، أو يتربى مش في داخل الدين بعدين ينتقل من الدين. والدخول والخروج هي لها علاقة في نفسية الشخص والأجواء التربوية والثقافية والدينية اللي هو تربى فيها. ما في جواب واحد ليش شخص بدخل للدين ليش شخص بدخلش للدين. فيش جواب واحد يعني احنا. لا ما فيش جواب واحد يعني الأجوبة كتير كتير بتعلق بفردي يعني. يعني منقدر نقول عنه اختيار. الشخص اللي تربى في أجواء دينية اللي منه هو صغير عبت يعني ذهنه في قيم دينية وتعاليم دينية من الطبيعي أنه يتشربها كطفل صغير. الاختيار بيصير في جيل متأخر، هو بيقدر يطلع منها أو بيقدر يضل منها. أيوة. الانتماء لدين معين في جيل مبكر فيه عنصر الاختيار، انه اذا بتسأل هل الانسان بيقدر يختار او ما يختارش، اه بيقدر يختار او ما يختارش، بس لما بده يختار اشي بده يروح لاشي تاني. فبقدر الاختيارات هي بين انه يآمن في العلم اللي بجرب يفسر الظواهر بناء على قدرتنا الحسية والدماغية، وبرضه هذا له محدودية، او انه يآمن في انه انا بكتفي في كتب مقدسة او في انبياء اللي اعطت اجوبة للدنيا وانا بمشي في هذا المسار. احنا يعني ما في عنا هنا بحديثنا ما في عنا تحديد او جواب نهائي، لا احنا مش عم نحاول نلاقي شو هو الافضل، احنا عم نحاول نطرح كل الامكانيات عشان الانسان اللي عم بسمعنا اي مشاهد عم بسمعنا يعرف انه ليش في ناس، عم نحاول نطرح ليش في ناس مؤمنة وناس غير مؤمنة، ليش في ناس عندها، كلنا خلقنا لدين لأنه أهلينا ولدونا لدين معين، ولكن قديش إحنا نتبنى هذا الإيمان وهاي الممارسات أو لا نتبناها، هنا يمكن في مجال إنه يكون عندنا الاختيار أو يكون المجال الإنسان خاصة البالغ بأنه هو يقرر أو ما يقرر هاي الأمور. صحيح. إذا بنقارن بين المؤمنين وغير المؤمنين ممكن يعني نحط بعض الشغلات، يعني مثلا السؤال هل المؤمن هو مرتاح نفسيا أكثر من غير المؤمن؟ فكرش إنه الجواب يعني إيجابي، يعني في مؤمنين اللي مرتاحين وفي مؤمنين اللي متغلبين في إيمانهم، لأنه الإيمان فيه كمان عناصر بتخوف كتير. يعني في الشغل العيادي كتير بيجوا ناس عندي أيوة. لمشاكل نفسية لأنه إني مقتنعين أنه مثلا لا تقل لهم أفن، وفي حياته في عنده غضب على أمه على أبوه على أهله، فهو علقان في إيمانه أيوة. أو إذا نأخذ شخص مسيحي هو مش عارف يتعامل مع هاي يعني المفاهيم الأساسية في داخل الإيمان. لا هو في داخل الدين في دائما نقائد، يعني في كل دين في الإشي ونقيده يعني. بس حسب المؤمنين في إلها تفسيرات، حتى المؤمنين بيعملوا يعني توافق بين هاي النقاد وبيطلعوا عليها كواحدة واحدة. بس إذا شخص عادي إذا بده ياخذ تعليم ممكن تاخذي من أي مصدر ديني، ممكن تاخذي إشي اللي بيشجع على العنف وإشي اللي بيشجع على التسامح. أيوة. والناس تتراوح بتاخذ من هذا وبتاخذ من هذا حسب السياقات وحسب مصالحها. أيوة. يعني في كتابي الأخير عن الكلتشر أناليسيز اللي نشر قبل سنتين، هناك بفرج كيف أنه الإنسان ينتقي من الدين ما يناسبه، ومرجعيته نفس المرجعية، بس من نفس المرجعية هي ممكن 10 أشخاص ينتقوا إيش بناسبهن حسب مصالحنا حسب السياق اللي بيشوا فيه. يمكن هذا أكثر الحاجة الذاتية الفردية لكل واحد بأنه يختار إيش بناسبه عشان يقدر يكون مرتاح باختياراته ويعطي تبريرات لهاي الاختيارات. بالآخر الصياغات الذهنية اللي احنا مرتبها في أو ما يسمى الحقيقة بين قوسين، وسبرجع على الحقيقة، هي ترتيب ذهني عشان أنا أرتاح معه. أيوة. ترتيب ذهني اللي بيسهل علي التعامل مع كل التساؤلات والتناقضات بيني وبين حالي، لأنه الإنسان عايش في الصراعات وبيساعدني أني أتأقلم. فأنا بعمل صياغات ذهنية برتب الدنيا بين قوسين على خاطري، وبالنسبة لي هاي هي الحقيقة المطلقة اللي بجادل فيها وبحارب من أجلها، بس هي بالآخر هذا الترتيب الذهني اللي أنا مرتبه. هذا مش بس على صعيد الفرد، كمان يعني على صعيد العلوم كمان بترتب الأشياء حسب صح. والأبحاث يعني وكل يعني قدرتنا على فهم الرياليتي أو الواقع أو الحقيقة هي قدرة أنا في رأيي شبه مستحيلة. أيوة. ما فيش عندنا أدوات لفهم الحقيقة الخارجية، عندنا أدوات كلها
ذاتية. عنا عينين وعنا دينين وعنا وكلياتنا متفقين انه هي طاولة، بس عن متفقين لانه عنا نفس الأجهزة انا وياكي، متفقين انه هي طاولة. اذا احنا بالفعل متفقين يعني في في لما بنبدا على على بالضبط هاي الامور البسيطه احنا متفقين. كثير بنسمع من الناس بيحكوا وبوصفوا وبشرحوا انه انا لما بدخل لمكان مقدس، لما بمارس الصلوات، لما بمارس الطقوس الدينيه اللي انا متعود عليها، انا اشعر بالراحه النفسيه. صحيح. انا اشعر بالارتياح، انا اشعر بالامان، اشعر باني رجعت لذاتي، رجعت لقواعدي اللي أنا بحاجة إني أكون في، رجعت لثوابت معين اللي أنا بحاجة إلها. هذا صحيح. أيوة. بس هذا يعني في ناس بنسبوا راحة النفسي لقوة خارجية وروحانيات مقدسة وبرتاح، وفي ناس بصلوا لنفس المحل من خلال يعني إصاء للذات وتنفس ويوغا وميديتيشن وعدة نفس هذا المحل الراحة النفسية. بضل واحد يوصله بكتير طرق. أيوة. بقدر يوصله بطرق إيمانية وبقدر يوصله بطرق كفر. عشان هيك انا بقدرش اقول انه المؤمنين او الكافرين حدا اسعد من حدا تاني، كمان بقدرش اقول انه حدا خير اكثر من التاني. يعني في كتير الايمان اخذ ناس لجرائم داعش والمستوطنين المتدينين. الايمان ولا الادعاء بالايمان؟ الايمان بإشي، الادعاء بالايمان ما هو كمان يعني اذا شخص مؤمن في قضيه هو اقتطع من مرجعيه دينيه معينه ما يناسبه وراح لحرب او لتسامح. ايوه. فبالاخر هو مؤمن باللي بيسويه، مؤمن باللي هو مقنع ذاته فيه. يعني هم يعني هذا ايمانه بقضيه معينه اللي اقتطعها من شيء مرجعيه ان كان دينيه او حتى ايديولوجيه ثانيه، وممكن يروح لخير او لشر. أنا فكر الإنسان بطبيعته عنده الميل للشر وللخير، يعني هذا هيك انهرنت في داخله ومن مكوناته. وحتى لما أجت الأديان تحت عنوان أنه هي جابت أخلاق، بالآخر الإنسان استعمل هاي الأخلاق كمان لشرور. أيوة. يعني لمصالح ذاتية شخصية. نقول أنه الدين ضبط الإنسان أكثر، إنما بالآخر الضوابط هي ضوابط داخلية اللي هي أخلاق الشخص اللي هو بطورها إن كان أخلاق دينية أو غير دينية. أيوة. أو ضوابط خارجية اللي بتضبط الشر أو العدوانية اللي موجودة عند الإنسان. وبقضية المحدودية في دماغنا، وبإنه إحنا نفسر العلم للآخر وإنه إحنا نصل لكل النتائج اللي إحنا بنبحث عنها، ما بنقدر نقول إنه هاي المحدودية هي أجت عشان تخلينا في محل معين؟ نحتاج إلى الإيمان ونحتاج إلى أنه يكون في عنا قوة إلهية نعتمد عليها؟ لا، هذا معطى أنه إحنا قدراتنا الذهنية والحسية محدودة، هذا معطى. إذا بدك نسبيا أنه في حدا فكر أنه يعطينا المحدودية، هذا إيمانك. بس أنه هذا معطى أنه إحنا هنا. والسؤال شو بنقدر نعمل هنا؟ أنا بفكر نظر نكون بس بداية حضرتك حكيت على إنه إحنا ولا مرة رح نصل للكمال، ولا مرة رح نصل إنه نصل لكل المعلومات ولا كل. بفكر كلياتنا مؤمنين، بس بتوقف في إيش مؤمنين. أيوة. في مؤمنين بآلهة، في مؤمنين بعلم وبقدرتنا على الاكتشاف، وكلياته هذا أنواع من الإيمان. أنا بفكر قدرتنا على فهم الطبيعة والكون كتير أصغر من نقدر نفهمها، وكل ما تقدمنا خطوة بنشوف قديش يعني اللي بعدنا مش عارفينه. أيوة. زرت كيب كانيفرال قبل فترة، وهناك يعني بتشوف يعني عصارة العلوم في 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 ناسا. أيوة. وهناك بتشوف قديش الإنسان عظيم وضخم وقديش هو صغير. صغير أمام الكون. أمام الكواكب. الآخر مهما عرفتي أنت معرفتك محدودة، مش بس محدودة كمان سبجكتيف يعني ذاتي. يعني حكينا على الطاولة، بس إحنا يعني حواسنا ممكن تغششنا بالمعطيات، والفيزياء الحديث اللي كوانتوم وكل الفيزياء الحديثة عمليا تفرج انه كل الاشياء اللي احنا بنعرفها عن الوان واجسام وكتل وكذا كلها هاي صياغات ذهنية، وهي مش حقيقية. بالاخر اللي فيه بالدنيا هي بس طاقات حسب العلم اللي بنعرفه لحد اليوم، حسب ايش بنعرفه. يمكن لقدام يكون عندنا تفسير اخر ومعرفة اخرى. يعني احنا مؤمنين بهاي النظريات حاليا، بس ممكن كمان فترة يتبين انه كله حكي فاضي. ايوه. بروفيسور برايك شو هي القيود اللي الايمان بفرضها على الانسان؟ شو هي القيود؟
طلع كل الناس عايشين في قيود، الإيمان تعطيه قيود اللي المرجعيات الدينية بتحدد شو مسموح شو ممنوع، وكمان بتستعمل طرق التخويف إنه إذا سويت هيك في عواقب، فبصير في كنترول. الكنترول هو جاي من التعليمات الخارجية، بس أنا أفكر نفس الضوابط هاي ممكن الواحد يعملها بدون إيمان، بيقدر يعمل ضوابط لنفسه، إذا عنده أخلاق معينة بيقدر يحط ضوابط لنفسه، أنا بديش أذي حد تاني، أنا بديش أستغل، بديش أكذب، بديش كذا، هي بيقدر يحطها لنفسه. هي بترجع يعني هي مش بالضبط بتكون ذاتية، لأن هي بتكون كمان بحسب سياق مجتمعي اللي بيحدد لإله الصح والغلط والمسموح والممنوع. مظبوط، يعني دائما في سياق مجتمعي اللي بوجه، وبهذا المناخ المجتمعي في الدين، في العادات والتقاليد، وفي الأهل وطبيعتهم والآخر، هذا المناخ والفرد في داخل هذا المناخ بأخذ من هاي القيود أو التوجيهات ما يناسبه أو ما فرض عليه، أو بأخذ الإشي اللي مش قادر يتحداه وبيمشي فيه. فدائما في قيود، إن كان من مرجعية دينية من خلال الإيمان أو قيود تانية، وحتى لو كان هو كافر أو بده يشتغل بس بالعلم، كمان هناك في قيود. كل وقت احنا عايشين في قيود، اختياراتنا دائما موجودة ضمن محدوديات اللي الواقع الخارجي بفرضها علينا. أيوة، وبرأيك شو هي العلاقة اللي بين ضعف الإنسان والإيمان؟ يعني هل احنا بنحكي على أنه إذا الإنسان كان داخليا أضعف فهو بحاجة لإيمان أكثر عشان يقويه ويعطيه لا، الصعب نقول انه المؤمنين هن الضعفاء، يعني اذا بدنا نصل لهذا لا، صعب نقول لا. مش عم بحاول اوصل، عم بحاول اسال حتى كمان نفحص كمان شو العلاقه ما بين الالحاد وما بين كل قضيه العقل الناقد او الاسلوب الناقد اللي عنده القدره على الانتقاد، هل في علاقه كمان هون؟ انا بفكر الميل للانتقاد او للتحدي موجود هنا وهون، يعني أيوة. شخص مؤمن ممكن ينتقد كل اللي حواليه ويكون عنده ادعاءات قوية ضد كل ما لا يناسب إيمانه. نفس الشيء شخص ملحد ممكن يكون في عنده انتقادات لكثير شغلات وعنده كل الادعاءات اللي يستعملها. أيوة. فصعب نقول انه هنا في يعني الملحد هو ناقد والمؤمن هو غير ناقد، انما كل واحد بيستعمل مرجعية مختلفة. المؤمن بيستعمل مرجعية دينية، والملحد بيستعمل مرجعية منطقية أو حواس أو دماغ أو شغلات اللي تتعلق في الدليل المحسوس. أيوة. هناك في عنده دليل مكتوب أو دليل ديني، وهم في مرجعية دليل دينية اللي هي ثوابت وقوانين. طيب شكرا كثير لك بروفيسور مروان. شكرا. يعني أنا بعرف أنه ما توسعنا وما أخذنا كل يعني ما يتعلق في الإيمان والإلحاد وتعلق الإنسان بالإيمان، بس حاولنا شوي صغير نفوت لهذا المجال، وأكيد رح لقدام إن شاء الله بيكون في عنا حلقات قادمة لنتوسع في هذا المجال. شكرا كثير لحضورك. شكرا معنا. بسط. نطلع لفاصل ومنكمل بعد الفاصل.